أكلات الكريمة، أهل الإعلام والصحافة، صحفتكم ورمضان كريم. بمناسبة حلول سيدنا رمضان هذا، الفرقة الموسيقية تاعي الباهية تقوم بواحد الحفل اليوم إن شاء الله مع لونسي في قاعة المغرب، وإن شاء الله نكونوا في المستوى باش نزهو الجمهور تاعنا الوهراني. ومورانا حنا كاينة مجموعة كبيرة من الفنانين غادي يفوتوا طوال شهر رمضان إن شاء الله، وهكا باش نمدوا شوية بشاشة وشوية مرح للمدينة تاعنا وهران وعقوبة العام الجاي إن شاء الله. مساء الخير عليكم، صحاف دوركم. بهذه المناسبة، مناسبة شهر رمضان العظيم، نقول لكم كل عام انتم بخير وبلادنا بخير. وأنا نشكر الوينسي اللي تفكرت اليوم في الفنانين، ورغم أنا والهاصي وهواري صابر، إن شاء الله نتمنى وتكون سهرة إن شاء الله تكون جميلة، والجمهور إن شاء الله يطلب واش راه باغي، باسكو حنا على الجمهور، حنا الفنان بلا جمهور ماشي فنان على كل حال. ونشكركم على كل حال، إن شاء الله نتمنى جماعة الوينسي الله يعطيكم الصحة إن شاء الله، ما شاء الله عليكم، رمضان كريم وكل عام أنتم بخير وبلادنا بخير إن شاء الله يا رب العالمين، وشكرا. السلام عليكم، صحة فطوركم، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، والهاسي هواري معكم ان شاء الله. اليوم اول سهره من سهرات الديوان الوطني للثقافه والاعلام، نشكرهم ككل سنه يستضيفونا هنايا، وحنا بكل فرح وسرور نقبلوا الدعوه ونشاركوا ان شاء الله. السهره تكون مميزه وتعجب الجمهور. غادي نقدموا بعض الاغاني في الطابع الوهراني، وكاين زملائي تاني فنانين ان شاء الله يكونوا على حسن ظن كل الجمهور. ومرحبا بكل الناس، ومرحبا بكم انتوما، وهذه هي. شكرا. تحية للديوان الوطني للثقافة والإعلام على هذه المبادرة، ونتمنى تفوتوا معنا سهرة جميلة.